تخيلوا أن للبطالة أهمية وفوائد صحية، هذا ما أكدته مجموعة من الدراسات والأبحاث. أولاً، انخفاض معدل تلوث الهواء الناتج عن غازات ومكابح السيارات، هذا أمر منطقي نسبة لقلة الأشخاص الذين يقودون سياراتهم متجهين إلى العمل، حيث وجد الاقتصاديون أن الهواء النظيف مسؤول عن أكثر من ثلث الانخفاض في معدل الوفيات خلال فترة الركود. ثانياً، انخفاض حوادث الطرق نسبة لقلة النشاط الاقتصادي، وبالتالي انخفاض في معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات. ثالثاً، يجد الأشخاص المزيد من الوقت لممارسة النشاط البدني والابتعاد عن السلوكيات الضارة التي يتسبب فيها الضغط العملي كاستهلاك التبغ والكحول، ما يحسن الصحة البدنية والعقلية. أخيراً، عدم وجود ضغوط العمل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر والأزمات القلبية الحادة يحسن الصحة ويقلل الوفيات.